بوكس تاني مفتوح ماشي. بس انا عاده لما اجي على السكيب بعد ماشي هعمل سكيب خلاص. طيب بعد كده اقول لك ايه السكيورتي ديفايسز لايك فور بوكس. في ناس يجي يشتغل في البر هانتنج تشوف سرات اعرف ناس كتير ما بيعملوش حاجه وبيعملوا حاجه دلوقتي شغالين في البطن. لو هو مش محمي من سكيورتي بروتوكول مواقع زي هاكروم او باكرو خلي يسمع المواقع دي انت بتسجل عليها والموقع بيسمح لك انك تعمل عليه سكاننج وتعمل ده كله. بس اكيد في سكيورتي ديفايس بيكون في اي بي اس بروجن بروجن سيستم بروجن بروجن سيستم بيكون فاير وول صح؟ بيكون كده الكلام ده يعني. والفاير وول هيعرف يعمل ديتكت في اساليبه تتخطى الفاير وول. عندنا بعد كده السيستم البنيه بتاعتك الفيشر بتاعتك هي هي برضه يعني خاصه بالسيستم دوت فاير او نور دوت برضه نفس الكلام برضه سيرفيس. اهم حاجه فورماليتيز فورماليتيز ضعف امني عندك ضعف امني في السيستم لان ما في حاجه اسمها سكريبت انجن في سكريبتس في الماب تعمل سكان للفيروس على بورد معين. طيب قال يا سيدي عارف انت هنا بيجي الفرق بين تي سي بي ويو دي بي. قال لك ان تي سي بي ترانسميشن كنترول بروتوكول الحاكم الترانسميشن بتاعي بيبقى ستريم ويو دي بي بيبقى داتا جرام بروتوكول. داتا جرام يعني كده انت ما بتوصلش كامله في بعض الاحيان بيحصل ضعف في الباكيت بتاعك. فتلاقي معظم البروتوكولز مهمه بيستخدم تي سي بي. طيب قال لك يا سيدي والله البي سي بي ده بيعمل كونكشن ثابت بينك وبين التارجت بتاعك بيبقى ثابت في كونكشن جاي كونكشن رايح خلاص. بيبقى في عندنا حاجه اسمها فلاجز او دي دوتس ده اللي بيحكي خلاص اتكلمنا عنه لازم نركز فيه قوي. هنا بيقول لك اس بي وهي بي قلت لك انت قصدك ايه؟ شايفين الفرق بين الصورتين؟ شايفين هنا ايه؟ وقفت صح؟ ما وصلتش؟ بعد كده كمل عادي. عندك اس بي لو حصل مشكله زي دي هتتصرف خالص نهائي مش هيكملوا اصلا صح؟ يعني ده عندك اس بي حصل ايرور في اس بي هقول لك صوت الايرور. دي جبت المصور من شبكات بايثون ولا حاجه تيجي تكتب سيرفر ولا حاجه وتيجي تشتغل اول ما يحصل ايرور يقطع تسيب الستريم بتاعك كده خلاص في اليو دي بي عادي تعمل حاجه. طب انت كده وقعت مش دعوه مش مشكله. ده الفرق ما بين تي سي بي الكونكشن بتاع المسج تعمل ابرانش المسج بتاعتي بعد كده يبدا يروح هنا النقطه وهي مفيش راجعه مفيش حاجه ترجع هي رايحه بس حاجه رايحه في النص مش مشاكل كامل عادي. ده بالنسبه للفرق ما بين تي سي بي. طيب مش حاجه ثانيه قال لك في سي بي في حاجه اسمها هيدرز مش لازم تركز في هيدرز دي قوي انا يهمني الجزء ده ده شايفين؟ انتوا مش شايفين حاجه صح؟ متأكدين؟ اه بصوا بقى بتقول ايه؟ في حاجه اسمها ارش ارجنت اكونولج بوش ريسبت سن وفين دي اللي بيقول عليها ال الباكج او الباكج اللي المفروض انك تبقى عارفها عشان تعمل بيها سكيل. كل نوع من دول له وظيفه. هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. خلاص؟ قال لك والله الهيدرز دي فينا في مجموعه عندنا خاصه بالفلاجز، الفلاجز دي اللي انا بستخدمها او الباكج دي اللي بستخدمها عشان اعمل سكان. طيب نتكلم عن دي سي بي فلاجز، اكيد اللي انا كنت مشاور عليها. يبقى اكيد انتوا شايفين عندنا السن يا سنكرونيزيشن. انا دلوقتي الباك ده اي باك عشان ابدا اتصل انا دلوقتي عاوز اتصل بطلب عايز اعرف ان في بورت مفتوح. لو انا هشتغل اول حاجه هبعتها له هبعت له سن ده اعمل ايه؟ ده اعمل نقطه اتصال ده اعمل انشاليزيشن ده اول نقطه اتصال ما بيني وما بين النص بتاعتي. هو بيرد بيعمل اكوانولوجي يعني هو خلاص انا عرفت ان حضرتك بعت لي باك واستقبلت باك
بيجي عندي حاجه اسمها ايرجنت ايميديتلي انديكيت لازم الباقي دي توصل. عندي بوش، بوش يعني ادفع انستراكشن. عندي فاينل، لا فاينلايزيشن مفيش، مش باكت خلاص انا واجهت للصف بس. ريسيت تعمل ريسيت للكونديشن. كل باكت او كل فلاج له ايه؟ وظيفه صح؟ نيجي بقى لاول نوع اتصال كامل بينك وبين التارجت. انت هتتصل بالتارجت في عندك نوع اتصال كامل. ده اللي بنسميه الثري واي هاند شيك. وصح؟ ايه جنب اسمها هاند شيك؟ بيحصل اتصال بينك وبين التارجت. في ثلاث باكت نشتغل عليها. اول حاجه انا بعت السن. بعمل سنكرونايزيشن دلوقتي بعمل اتصال. مركز اتصال. دلوقتي انا ايه؟ المفروض انا هتصل بمين؟ والتارجت ده بكلمه. بقول له والله انا عامل سن على البورت ده مثلا. لاحظ هو رد عليا. قال لك اون ويتش. بس البورت تاني. اشتغلت سنكرونايزيشن برضه. خلاص؟ ده هو المفروض بيرد عليا ايه؟ بسن قال. هو ما رد عليك. لما حد يسالك يقول لك ان فول اوبن كونكشن او فول اوبن سكان بنعمل ايه؟ هتقول له هنستخدم السي وي هاند تشيك. قال لك هتبعت الاول السن يرد عليا بسن هاك او ما رد عليك ايه؟ يبقى انا كده عملت اتصال كامل. طيب الكلام ده بعمله ازاي؟ بعمله بحاجه اسمها الاي ماب او الاتش ام بي سي. طيب قبل ما اتكلم عن الفول سكان قال لك والله طب انا قبل ما اعرف ان البوست ده اصلا موجود مش المفروض ارنج عليه. اعرفه هو فين اصلا. قال لك في حاجه اسمها اي سي ام بي كنترول مسج بروتوكول البنج. يكون النت واقع عندك بتبنج على جوجل تشوف فاتح ولا لا. طبعا جوجل مش هيقع عندك الا جهازك واقع. عمري ما جوجل يقع. صح؟ فانت بتبنج على جوجل فبعمل له ريكو ريكوست هو يرد عليا بيكو والله. صح؟ والله لو انا جوجل شغال هيبنج معاه ويشتغل. هنا برضه ما بتعمل بينج سوي. حاجه اسمها بينج سوي. والاتش اتش بينج سوي برضه بتعمل بينج سوي. ايه الفرق بين الاي ماب واتش بينج سوي؟ قال لك والله ساعات كده تلاقي الفاير رول محطوط عندك على السيستم. ونركز قوي على السيكونس بتاعك ان يبقى الفاير رول شغال بسيكونس. بيفلتر وبيشوف سيكونس معين شغال عليه. صح؟ فالسيكونس ده لقى خلاص خلاص ايه بقى بيحصل له ضغط ما بيشتغلش. فلقى اتش بينج سوي فاير احيانا بيتفوق عن في الجزء بتاع البينج سوي ده. خلاص؟ طيب انا عاوز اطبق الكلام ده عامل اعمله ازاي؟ هجيب ماشينة صغيره كده اطبق الكلام بس كامل ده عامل. حاجه واحده بس بتاع الفيلم. وانا مفتوح بس ما عملت سيرفر من البروتيك. المفروض انت السكاننج ده يكون بالنسبه لك خطه سهله جدا يعني. انت اي ماشين طاح تحت ايدك اشتغل عليها هتعمل عليها سكان. خلاص؟ انا دلوقتي اقول لكم ازاي طبيعي طبيعي يعني اعرف لو حد فيكم دلوقتي واحد ليه قلب سن على طول. اعمل دلوقتي بينج
كل اللي قاعدين اشوف اجيب اسمي من بره. واقول لكم برضه في اداه مشهوره جدا بتعمل كده، بس اخش على الشكل بتاع الاسم افتح يا في تشيك صح. هو المفروض ان اصلا الشيك ده اسم الاداه في الديسكفر، بس برضه مش عامل يعني هيعمل ديسكفر ليه؟ هيدور في ايه؟ عشان ما يبقى يعني اصلا هو سيرفر ما عندوش نت اكسس على الانترنت، انما الشركه اللي فيها انا دلوقتي
مش بس السيم تول. في اول نتورك هنا بقى اول نتورك دون بيتش في مشاهد يا عادي بيز مول على سكور ما بينا صورة واحد مين خلاص فلو تاني نشوف طبعا معظم اللي دول واحد بس انا عايز اتاكد برضه من ايه؟ هو جاهز برضه؟ اف كونفيج مع سبب مع سبب الاثنين تمام تقريبا مفيش اللي انا موجود دلوقتي يعني كله معايا مش عارف اصلا ثلاثة اتصال بعدين دخل شيرين سويت عندي ليه والتارجت بتاعي هو اتش بين سويت داش ايه 71 طبعا هو عاوز اودينس بس المشكله ده بقى ان هو مش راشد بيه فأنا هديله مثلا ده أنا واقف عليه. قال لك 40 جيجا زيرو داتا بايتس ما عادش حاجة وداي معاه الشبكة وقف ما عملش بينه. غني عادي عادي غني عادي صح انت السيرفر ما بتكتبش طيب انا شغال ديسك وتابل ايه شوف بس ايه النتو بتاعي تلاقيها ريجيت وستارت السبب هنا ان ماتماتيك مانع البنج خالص خلينا نبنج غير الاداه النكس بقى برضه بتبقى تاكس معينه حد البوست بتاعك منها طبعا في لها سيكونس معينه خالص فانا هشتغل دلوقتي على السكاننج العادي بحيث ان انا هشتغل على الترنال عندي مش موجود عندي طب انا دلوقتي عاوز اعرف نوع الاوبريتنج سيستم اعرفه ازاي عندي داش بورد اوبشن ده لو انا اول حاجه ان انا بعرف الهوست عن طريق بينج سويت خلاص اتكلمنا فيه ان انا اعرف الهوست الموجود على الشبكه بعد ما اعرف الهوست اللي موجود على الشبكه انا عرفت الاي دي اللي انا عايزه انا هسكان على مين فبحدده فانا عايز اعرف نوع الاوبريتنج سيستم فعندي داش بورد ليه خم بيجس كده بيقول لي اوبريت اوبريت سيستم ده نيكس اوبريت سيستم ده ويندوز اوبريت سيستم ده ماك فليه خم تعال نشوف هو انا هشتغل على ايه مثلا ادمن هنا كونفيج على الطريق ماشي 94 يبقى انا هشتغل على ارون ماك داش اوبريتال 1 9 8 1 6 8 دوت 2 دوت 94 اللي حصل ان هو كان ايه بالمره قال لك والله احنا عاوزين ايه؟ نجيب البوكس المفتوح اصلا الميكس دوت كان توب فارنابل اساسا يعني واضح فقال لك بنسبه كبيره لينكس 2.6 قال لك الايه؟ الرننج بتاعه ايه؟ ده نوع الاوبريتنج سيستم صح؟ اللي انا عرفت نوع الاوبريتنج سيستم
كمان جاب لي كل البوكس المفتوحه. قال لك البورت مفتوح السيرفس اللي شغال، البورت مفتوح السيرفس اللي شغال صح؟ طب انا جيت بقى قلت والله انا عايز اسكان على بورت معين، يعني انا عايز بورت معين اعرف البورت ده مفتوح ولا مش مفتوح. ندخل بقى في انواع السكاننج بقى اللي انا عايز اتكلم فيها بالتفصيل بقى. مش احنا عاوزين نعمل 3 وي هاند تشيك صح؟ انا هعمل ايه؟ هبعت سيل هو المفروض يرد عليا ايه؟ سيل اج انا مرد عليه ايه؟ يبقى كده البورت ايه؟ مفتوح. لو انا بعت سيل بعت لي ست يبقى البورت ايه؟ مفتوح صح؟ طب انا هاجي بقى اشتغل على بورت مفتوح بس انا شغال هعمل ايه؟ قال والله ما ياش بي البورت اللي هحدده حد بورت معين. طبعا هقول الاول اس تي مع الاتصال اللي هو الفور كونكشن سي بي هاند تشيك، وبعد كده اقول له داش بي البورت، بورت ايه؟ 21. البورت 21 مفتوح، انا عارف مفتوح 192 1 2 94. قبل ما اقوم طب كده والباكت اتبعت هاجي هنا اقول له والله مودم وافتح مين؟ اجي على الولان زيرو بتاعتي هنا واقول له انا ايه؟ المفروض ان انا هشتغل عليها ايه؟ اضغط عليها واقول له ستارت افتح، وبعد كده اقول له ايه؟ شغل ايه؟ قال لك هنا ايه؟ اوبن اهو مفتوح. تعال بقى نشوف السيكونس كام قال لك ايه؟ تعالوا نشوف الام ماب او الوال شارت قال لك ايه؟ شايفين هنا اول حاجه ايه؟ هتشوف الباكتس اللي بعتها شايفين هنا؟ دي ايه؟ شايفين؟ بس هو انت مش شفت قوي بس اللي قاعد قدامي شفته. انا زي نفسي مش شايف. دي سنه ايه؟ شايفينها؟ بص هو هيقدر يشتغل عادي هوقفه دلوقتي. هوقفه بس نور اوف ماشي؟ واطلع فوق شويه. بصوا شايفين الازرق ده؟ سنه دي سنه مكتوب سنه. هو رد عليا بايه؟ سين قال. وبعد كده ايه؟ قال. الثلاثة موجودين هم. بورت مفتوح. حلو كده؟ ماشي الكلام ده بقى على اي عملية هعملها دلوقتي. أنا عايز تعرف الترافيك ده موجود ولا لا؟ ماشي. يعني أنا مثلا هحط بورت من خيالي. يعني مثلا أجي أحط بورت أنا من خيالي. حد يجي يحط بورت كده مش ممكن ما يكونش موجود. يعني مثلا بورت 22 ده يعني مثلا 77 ماشي؟ واقول له ايه؟ ابدا من اول جديد انتر كلوز حلو قوي مقفول. تعالى بقى نشوف ايه؟ الموجود عندي ستوب خالص شايفين؟ والله باينين خالص صح؟ شايفينهم؟ زين وريزلت خلاص؟ انت بتمشي الكلام ده لو عايز تعرف ان الموضوع بتاعك شغال تمام مفيش مشاكل. طب انا عندي اتش ام سي بيوضح الكلام ده احسن من ده خالص. هقفل بقى شهر اقول له خلاص فلوس وسلسله. عندك الكوماند برضه مكتوب بتاع اتش ام سي بس مش في الاوبن. مش هتلاقي الاتش بي اس اشتغلها اوبن كونكشن لحد الباكت بتاعتي اللي انا هشتغل عليه. فهنزل شويه واروح لنوع تاني اللي هو السيس كام. اقول لك الاتش بي اس دي برضه احنا بنتكلم شغالين فيه. قال لك والله النوع ده يا سيدي نوع مصيبه يعني شويه. بيقول عليه هاف اوبن سكان. هاف اوبن. يعني هو لو اوبن نص بين نص اوبن كده. احنا متفقين ان في عندنا سيوي هاند تشيك حلو؟ ده بعت سن رد عليا بسن اج انا بعت له اج. لا يجي عند الاج الاخيره دي هو ما بعتش اج بعت له بسن
لما اجي اشتغل برضو يكون البورت مقفول ببعت له سيجنال ويرد عليا سكه من اول على طول. فضيف اديتها ايه؟ قال لك في بعض الاحيان لما اجي استخدم النوع ده بعرف اعمل ديليوشن باخر شويه الفاير وول بتاعتي. يعني في بعض الاحيان بيجي البورت يقدر مفلتر او عارف برضه مفلتر ولا عارف نوع فلتر يعني فاير وول، فاير مش عايز بس كوميونيكيشن بينه وبين البورت. فالسيل سكان او السكان بيعدي هي تخطى الموضوع ده. زي برضه لما تقول دلوقتي لما تيجي مثلا تعمل سكان عندك تايم تبعت الباكت قد ايه؟ التايم برضه ممكن يعدي الفاير وول. خلاص؟ فانا اقول ايه؟ نفس الكلام. طبعا انت عارف موضوع الواير شارب، لو هتشتغل مني ما عاوز تشوف الباكت اشتغل بالواير شارب. الواير شارب. قول داش. سكان. البورت اللي حددته مثلا 22 اس اتش 91 91 8 2 دوت 94 وقول له ايه؟ قال له مفتوح. طيب هجهز الكلام ده بالاتش لينكس فيه ازاي؟ قال له رايتش بينج 3 هشتغل على ايه؟ سي عدد الباكت يبقى هيبقى عدد واحد لحد عدد الباكت باكت واحد. طب وبعدين؟ احنا عارفين هو ايه؟ سيس كام؟ انا هشتغل على سن سن باكت صح؟ حد السن اقول له داش داش سن بعد كده داش دي بورت اخليه بورت 22 نفس البورت اقول له الاي بي بتاعك شوف بقى اللي حصل هنا العمليه واضحه خالص طبعا نشوف ترانسميشن هنا 1 باكيت ترانسميتد 1 باكيت ريسيفد انا بعت باكيت واحده هو رد عليا باكيت صح وبعد كده قال لك 0% باكيت بوست مش حاجه وقعت دي كده البوست بتاعي مفتوح بوست 22 بتاعي طب ليه يا عم؟ انا فعلا لازم استلم الباكت واحد هيبقى تاني نرجع انا هاخد كام باكت من هاخد هاخد كام باكت من لو الروت مفتوح وبعت له ايه واحده هو ملوش دعوه بالست دي مش هتتحسب ملوش دعوه هو رد عليا بواحده وانا بعت واحد صح هو بيحسبها كده عايز اتاكد من الماب اشتغل بالماب افتح الواير شارب وشوف هتلاقي اسم الباكيت مكتوبه هو بيعد لك باكيت بس الباكيت في اتش بي سي هاجي برضه للمعلم اللي بعده الاكس ماس قال لك في الاكس ماس احنا بنبعت ثلاثه باكيت ارجنت وبوش وفايناليزيشن فاهم ببعت الثلاثه لما بعت الثلاثه وما يردش عليا البورت مفتوح رد عليا بريسيت يعني اعمل ستارت الكونكشن تاني يبقى البورت ايه؟ مقفول. هعمل التلاته بس هشتغل دلوقتي بدون ايه؟ بدون لينك سكان اصل الاجابات بقت معروفه لو انت عاوز تعرف الماب غير ما تحفظ اسم الاسكان واول حرف منه يعني مثلا انا عايز اشتغل فول كونكشن او تي سي بي سكان اقول له اس تي دي كده اس دي سمول اس دي اختصار سكان طب اجي برضه نفس الاس اللي سمول وعاوز اشتغل مثلا اكس ماس سكان حط اكس كده عايز مثلا سي سكان اروح حط ايه؟ بس سمول عايز فين سكان احط سكان صغير فين صغير احط ايه؟ ان كده خلاص عايز نون سكان احط اس صغير احط ايه؟ ان كده دي الاوبشنز بتاعتي خلاص حد مش فاهم حاجه يا جماعه؟ طيب هاجي عند الجزئيه دي كده واقول له تعالوا مغلطه المفروض ان انا هبعت باكت واحده ما يجريش حاجه خالص صح؟ المفروض ان الباكت اللي راحت واحد ما يجريش حاجه المفروض مفتوح حلو ده المفروض تقول اتش لينك سي قول والله اتش لينك سي المفروض ابعت كام؟ ثلاثة باكت ابعت اول يو ار جي باكت بس من ايه؟ فين؟ اليو ار جي والبوش ماشي خلاص كده
ها ظهر كده وانا فهمت وانا لقيت ايه ترانسميت زيرو ايه زيرو بس ما ردش عليا ما بعتليش حاجه صح يبقى دلوقتي شغال ايه اكس ماكس كام ركز كده بقى حط البوست 77 المفروض اللي هو هيرد عليا بريست بعيد نفس الكلام واحط البوست كام ها رد عليا يبقى في باكيت راح باكيت فات صح الفين سكان الفين سكان اللي ببعت بقى احنا دي اول سكان هي ونال سكان مش اربعه اول مره ما بعتش السنكرونيزيشن ما اشتغلش على سني ما بداش بنقطه الصاد فقال لك فين ريسبت كلوزد رد عليا بريسبت يبقى كلوزد لو انا بعت له فين ولا عبرني الريبورت ايه فانا هاجي هنا برضه نفس الحكايه هاجي هنا برضه تشيلنجز دي هشيل ده كله بس احط فين هرد على مش هرد هرد طب انا حطيت البورت مفتوح ما ردش زيرو باكيتس ايه تسليم خلاص هخلص السكان من بسرعه يعني ملوش انا بس يهمني الجزئيه بتاعت تي سي وتعرف بس انواع الاسكان وعلى فكره الناس هتدرس سي اتش بعد السي اتش الأسئلة دي في امتحان السي